شيخ عبد السلام ياسين، توقفنا في المراجعة السابقة عند الإسلام أو الطوفان، أريد أن أرجع إليه، ولكن قبل ذلك أعود بك قليلا إلى الوراء. قبل الإسلام والطوفان أو الطوفان، حينما كنت ما تزال في الزاوية، كتبت كتابا ضخما، الإسلام غدا. يهيأ إلي أن ذلك كان بداية اهتمامك السياسي أو بداية اهتمامك بشؤون ما كان يجري، ولذلك كتبت هذا الكتاب؟ نعم، كتبت هذا الكتاب ولم يلقى بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم ولم يلقى قبولا في أوساط الزاوية. لم يلقى قبولا في أوساط الزاوية، لأنه هذا كلام يعني في حديث عن السياسة وعن الحاكمين والمحكومين، وكما قلنا في جلسة سابقة كان هنالك ميل لمهادنة الحكام، وهذا شؤون أكون أقاسمه إخواننا جزاهم الله عنا خيرا، مشايخنا رحمه الله من مات منهم ورضي عنهم بقي. فكانت هذا الكتاب هذا وضخامته في نحن ألف صفحة تقريبا. نعم، قبل من قلة فقهي في النصر، من يقرأ كتابا بهذا الضخامة؟ من يقرأه؟ من يستطيع أن يجلس إلى كتاب مثل هذا؟ قبل بعد ذلك أصبحت أكتب شيئا مثل هذا، صغير وبقطع صغير يمكن أن يستوعبه الإنسان، لا سيما في الزمان الحاضر وقد ابتلي الناس بالإنترنت وبالفضائيات وبالمصور والمقروء والصوت والصورة. فليس هناك استعداد أن نفتح كتابا بهذا الوزن، أظن أن الوزن أيضا ثقل في الميزان. هل كان الكتاب سببا من أسباب الفراق بينك وبين الزاوية؟ كنت في مرحلة التميز عن أصحاب الزاوية وعن مذهب الصوفي. لا أقول صوفي، لا أقول هذا لنبذ الصوفية، إنه كان في مجاهدون عظام كرام في ليبيا مثلا وغيرها، وكانوا مجاهدين سبيل الله، لكن هنالك استكانة للحكام، فأردت أن أتميز عن ذلك. كنت في مرحلة بين مرحلتين على قياس، لكن حسم الأمر بالإسلام أو الطوفان، لأن هذا الإسلام والطوفان كان قطيعة نهائية، رسالة واضحة. وأنا قلت في جلسة سبقت، أنا كتبت رسالة للشيخ سيدي حمزة، قلت له هذا فراق بيني وبينك، حتى لا تحملهم وزر ما سيحدث، لا يتحملوا ما لا يطيقونه. هو المتعارف عليه عند كثير من الناس أن الصوفية انقطاع عن الدنيا وعن انشغالاتها واهتمام بالآخرة. نعم، وما يؤدي إليها، ويظن بعض هؤلاء بأن الذي يهتم بأمور الناس وبالسياسة وبالحكم يكون قد خالف ما تعرف عليه. فإذا ذهبنا نعم هكذا، بعضهم هكذا يظن وهكذا يفكر وهكذا يدرك الدين، لكن إذا ذهبنا صعودا إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا مجاهدين وكانوا قوامين وكانوا زاهدين، وتتمثل الأسوة الكاملة في الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان من شيء بقي من هذا الكتاب، فهي أنه كنت أشرت إلى خصال عشرين، أولها الصحبة والجماعة مجتمعين، بينما عند الصوفية صوفية الزوايا الصحبة منفصلة عن الجماعة، لا شأن لهم بالجماعة، لا في جماعة الصغيرة الدائرة الصغيرة ولا في أمر المسلمين بعضهم. ثم الذكر والبذل والأخلاق، والأخلاقية أنا متفق معهم، فكان هذا مفصلا هنا. رجعت إليه في ما بقي فيما تلا من كتب في الإسلام والطوفان، أشرت إلى هذا بإيجاز.
الإسلام والطوفان ذيلته برسالة واتفقنا في المراجعة السابقة أن نقرأها. نعم نعم. إنه نداء لمن أرسلت إليهم هذه الرسالة المفتوحة. طبعا هو عنوان الكتاب الإسلام أو الطوفان رسالة مفتوحة إلى ملك المغرب. وانتهي الكتاب بنداء تقول فيه: أيها المؤمنون، يا أمة رسول الله، يا رجال الدعوة، أنتم الذين تفتتت أكبادكم لما ترون من ضياع دين الله في هذه الأرض، أنشدكم الله ورسوله أن تنهوا كل خلافاتكم المذهبية وتهجروا من يزعم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتمثل في تكفير المسلمين والتسلط على عامة المؤمنين في المساجد، فإذا صعد أحدهم المنبر حيا أعياد الملك الوثنية وسبح بحمد الطاغوت. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن من غباء، لا أقول غباء، نقول من استغباء الناس، من استغباء الناس واستجهالهم والضحك على عقولهم، أن هناك مقدسات وفادي وثنية، الله والوطن والملك، فنحن نعبد ثالثا، لا نعبد الله وحده، شرك. المقدسات، وكانت هنالك أحداث من سجن ومن عذب ومن، لأنهم مسوا بالمقدسات، حتى أن بعض الناس كانوا يسخرون من أصحاب الجرائد، كانوا يسخرون بهذا التقديس الذي لا نهاية له، فيقولون مثلا الأحجار المقدسة، لا تحدثوا عن قصرين من القصور، إن هذه الأحجار مقدسة. وكانت هناك محفة كانوا من عادة المغاربة أنهم يحملون العريس والعروس يحملون في محفة هكذا احتفالا، فهذه المحفة أصبحت مقدسة وأمتمتم خرافات وقضاء بلاد. وهناك مثقفون يسكتون عن هذا، وهناك من يغشون المساجد ويكفرون بدون حدود، تكفير بدون حدود وبدون. وتقول فيها: اجمعوا كلمتكم بعدي، إن قضى الله أن يكرم عبدا من عباده قال قولة حق عند سلطان جائر، واجمعوا كلمة الأمة حتى تقدروا على أطر كل باغ على الحق أطرا، ثم هذه رسالتي بثوها رحمكم الله في الناس من يد ليد أو بالبريد من بلد لبلد، لا تحبسوا النصيحة عن المسلمين، فإني ما دعوت إلى فتنة أو قطع رحم، بل هي كلمة الحق بالحق. واعلموا أن صاحبكم إن طرح النصيحة وماطل وراوغ ذاهب أمره وصائر إلى ما يصير إليه من أخذته العزة بالإثم. وهكذا فعل به وبنظامه، لأن الخشية والخوف والهلع من كل ما يمس السلطان استولى على العقول، على عقول العامة والخاصة، والخاصة يسكتون عن هذا. تقول: ذاهب أمره ووصائر إلى ما يصير إليه من أخذته العزة بالإثم حين قيل له اتق الله، ليس لي منظمة ولا أعوان. طبعا هذا الكلام قبل تنشئ الجماعة. نعم. ليس لي منظمة ولا أعوان إلا أنتم معشر المؤمنين، فإن قرأتم في رسالتي صوابا وحقا فكونوا أنصارا لله، واعتصموا بالمساجد، وادعوا إلى رفق الإسلام يوم تضطرب المدلهمات بقوم غافلين، وإن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ هنا أقف قليلا. كانت لنا جريدة سميناها، أعطينا عنوان الصبح، وفيها الصبح وفي تذيل تحت العنوان الكبير الصبح فيه أليس الصبح بقريب. وفي هذا سئلت وطردت في الكوميساريات في البوليس: من تعني بإن موعدهم؟ من هم؟ موعدهم الصبح. وإن موعدهم الصبح اعتبروها تهديد. نعم، إن موعدهم الصبح طبعاً تهديدا وتلويحا. قلت: هذا واضح، لا نحتاج إلى تبين. العصا الذين يعصون الله ورسوله موعدهم الصبح. فكنت أحيانا أقول هكذا، وأحيانا
أشير إلى المارقين عن الدين وإلى ومرة هذا أمر. أليس الصبح بقريب؟ لا تسكتوا عن الحق بعد اليوم، واذكروا أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. ألا وإن الحق أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر. فما قولكم يا علماء المسلمين؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ أخذ الله عليكم ميثاقه لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقد كتمتم وسكتتم، فما حجتكم بين يدي ربكم يوم تعرضون؟ والموعد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن الإسلام غدا حق لا مرية فيه. بالحسن إن تاب وأصلح، وتقصد هنا الملك، وبادر أو بدون الحسن. صدقنا موعود الله ورسوله، وكذبنا أوهام الواهمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ومنهم من اعتبر هذا الكلام إهانة للعلماء. هو لا ينصح العلماء؟ اعتبروا هذا إهانة، ولم يفوتهم أن يؤلبوا العلماء، علماء البلاط، الدوائر، هنالك دوائر وهنالك منظمات، منظمات العلماء ورابطة العلماء وهكذا. عندما كتبت بعد ذلك في لهذا الملك الحالي رسالة باللغة الفرنسية، أظن في هذا الوقت قاموا وكتبوا وتجنبوا يعني على كل حال كانوا صوتا واحدا ضدي، بينما أنا لا أحمل في قلبي لهم ولعامة المسلمين إلا الرحمة والشفقة، ولا أريد لهم إلا أن يكونوا على الطريق المستقيم السوي، طريق سنة الله الذي له ما في السماوات والأرض. لكن الناس لا يفقهون، كثير نقول كثير من الناس لا يفقهون ولا يريدون أن يسمعوا. ثلاثة أعوام قضيتها معتقلا كما ذكرنا أو ذكرتنا في المراجعة السابقة، مجاني في مستشفى الأمراض الصدرية، ثم في مستشفى الأمراض العقلية. نعم. يعني وصلنا تقريبا عام 77، من 74 إلى 77 أو هكذا، ثم منعت من الخطابة، منعت من الوعظ، سحبت من المسجد سحبا. بعد أن خرجت من مستشفى المجانين ذهبت إلى المسجد الحي، فاستخرت الله تعالى ودخلت إلى المسجد. بعد صلاة الصبح اجتمع الناس، وقمت إلى المنبر وقلت أيها الناس إن لي كلمات، قمت باللغة الدارجة كما هي ينبغي. وكان أمامي سيدي أحمد الملاخ، أحد إخواننا الأخوين الأولين في مساعدتي على هذا العمل، كان يسرد علي بعض الأحاديث وكنت أشرحها بما يناسب. في الجلسة الأولى قام الناس وعجبهم هذا وحبوا هذا العمل. في الغد وصلت إلى مفوضية البوليس، وأمرت أن لا أذهب إلى المسجد مرة أخرى، منعت من عن كليا. ففي اليوم الذي منعت فيه أصبح المسجد صفرا، لا أحد، خوف الناس من السلطان، لا أحد حضر معنا. وانتهت هذه الفصلة انتهت. لكن الحكم، نظام الحكم حقود حسود، وأقولها عن دراية وعن معاناة. انتظر سنة 1984 هكذا، سنة 1984، فالفقه لي تهمة. ما هي التهمة؟ أنني أصدرت جريدتين، إحداهما اسمها الخطاب، الأولى اسمها
الصبح ممكن تكلموا عن ذكرتها نعم أليس الصبح بقريب فمنعوها فأصدرنا أخرى اسمها خطاب منعوا الخطاب وزج بي في السجن وهذا السجن حقيقي ليس اعتقالا سجن للمساجين السياسيين أم للجناة لا لا للجنات في سياسيون وفي جنات وفي هذا كان يسمى سجن العلو كان مشهورا بأنه السجن القاسي من السجون القاسية حكمت بسنتين سجنا نافذا دخلت إلى ذلك السجن سنة 1984 وكانت هناك اضطرابات شارك فيها اليساريون وشارك فيها عامة الناس وكان اضطراب كبير في المغرب فأنا التقيت هنالك في السجن التقيت بأصناف هؤلاء الشباب الماركسيين ولأول مرة وكان قبل أن أمر وكان جاري في الزنزانة أحد أقطاب ذلك المذهب لا أسميه كان جاري بجنبي ولكي أرفع إلى زنزانة منفردة كان علي أن أناضل على ذلك نضالا مريرا أنا أكون على عنبر مع عامة المجرمين وأمضيت الليلة الأولى كانت ليلة في وسط المجرمين والإنسان لا يجد إلا 20 سنتيمترا كي ينام على جنبه لن يتحرك ولا المساجين كلهم مع بعض في نفس الزنزانة ورأيت هنالك عجبا رأيت رجلا وهذه من الأشياء التي بقيت في مخيلتي لا أنساها في الصباح كان هنالك أحد المجرمين الحق نهب الأموال وجمع الأموال أما ليس له المهم فكان من يعطي الرشوة لصاحب العنبر المشرف يعطيه مكانا واسعا يتوسع فيه ولأمي المسكين الهبل يعطونك 20 سنتيمتر فقط 20 تضع جنبك المهم هذا الرجل الثري الذي أسكنه نفس العنبر نفس لكنه في هذا هو العجب لك مرحاض واحد لا تسأل عن أوصافه وتوضأت وصليت وكيف تصليت وكيف توضأت في ذلك الحال هذا الرجل قام صباحا أول ما فكر فيه أن يحرق لحيته يا مسكين يا رجل الله عز وجل فكر في من أنت وأين تمشي أن يحرق لحيته وسط السجن أنت سجين وأنت مظلوم ولكن يعني هذا كما يسميه ابن خلدون رحمه الله الدين الغالب دين الغالب يعني شرف الإنسان وفضل الإنسان وشخصية الإنسان وحرمة الإنسان أن يتشبه بالغالب أن يحلق لحيته في السراء والضراء في السجن وفي الصراح وفي كل الأحوال فأنت سجين جاءوه به ولأنه كانوا يحترمونه لأنه كان ذا مال كان يدفع لهم كان يدفع جاءوه بالآبيل التي الضرورية لكي يحلق هذه من الصور التي بقيت راسخة في ذهني في ذلك السجن الرهيب الذي اسمه السجن لالو بيت تلك الليلة صعبة جدا في صباح أطللت هكذا من
فإذا بأحد الشباب من شباب اليساريين من يساريين وكانوا متمرسين بأحوال السجون ولم يكن لأحد بها ولا دراية بما فيها. وكان أذكر كان يلبس سلاما كما نقول نحن سلاما أسود، فجاءني قال أنت ياسين أنت كذا أنت كذبت إيماني؟ قلت له نعم. قال لي وما لماذا تبقى مع المجرمين ناظر وقل كي؟ فكان هو الذي فهمني وحرضني كيف فقمت للنضال النضال مع المدير ومع الحراس، وكان معنا حارس أكون قد مات الآن رحمه الله. دخلت معه في صراع ذات مرة ولا زالت إصبعي هذه تحمل آثار ذلك الصراع. ضربته على وجهه، وكون رجل ضخما طويلا ويلبس اللبسة الرسمية لحراس المسجد. قال ناضل، فذهبت إلى المدير ناضلت بعبارة حتى رفعوني إلى مكان يسمونه لوكارتي مودرن، يعني الحي العصري. وكيف هذا الحي العصري؟ عندك نصف مترين في مترين وعشرين عشرين، لكن لك زنزانة واحدة ومرحاض واحد وسلام. فيلا هذا صار. أين قارنتها بما كنت فيه؟ عشرين تنام في عشرين في عشرين سنتيمترا، كان هذا شيء فخم فخم. كان إلى جانبي أحد المشهود لهم في حقوق الدفاع عن حقوق الإنسان، كان محاميا وأنا رجل مسن الآن وله تنظيم للدفاع عن حقوق الناس عن حقوق، كان جاري. ولأول مرة أحضر لمجلس بمجالسهم مجالس اليسار في السجن. في السجن نعم. كان لهم عنبر طويل كبير لكل واحد من بعضهم لبعضهم زنزانات منفردة، وكان هناك جماعة منهم أعطوهم بيتا واسعا فهم يجتمعون في هذا البيت. فأردت أن أستمع إلى ما يقولون في مجالسهم، فجلست متسللا كأنهم ينتبهوا إلي. فإذا القوم يتحدثون عن كل شيء ما عدا الله عز وجل والدين والقرآن والآخرة، هذا لا شو لا يذكر، لا وجود لهذا لا وجود لهذا في أذهانهم ولا في نقاشهم. قال ماركس ولينين فعل كذا وستالين فعل كذا ويسردون تواريخ تشي غيفارا وغير هذا. فتعجبت من هذا واتخذت درسا من هذا من دروس مهمة، لكني بقيت هنالك. درس آخر مهم جدا، كانوا يبعثون إلي من البيت ببعض الزاد بعض المأكولات، وكانوا يسربون إلي تحت الطعام بعض الأوراق هذه رسائل صغيرة يخبروني ما حدث في البيت. كانت قفة تجيئني وتبلغوني، بينما القوم اليساريون كانت تأتيهم من خاصة من جنوب المغرب من أكادير، لهم هنالك أنصار ونظام وأنظمة، يا تأتيهم ما ماذا كيف أشبه ذلك برافع كيف يسمون الآن الحاملات التي تجيء في البواخر الحاوية حاويات نعم. بما يشبه الحاويات، حاويات يعني أنا قد لست في هذا الحجم، ولكن حاويات فيها من مال وطلب من المآكد والفواكه هو من أعجب ما يكون. فيسخرون أولئك المتاعس المتعوسين مساجين الحق العام يعني المجرمين، وكانوا يلبسون بعضهم لباسا خاصا لباس المساجين مخطط هكذا، فكانوا يسخنهم لكي يحملوا ذلك الطعام إلى السادة في كارتي مودرن، يعني في الحي الراقي الحي المودرن العصري، يحملون ذلك إليهم.
فيأكلون منه ثم يرمون ما بقي رميا لا يسمح، لا يسمحون لأحد أن يمس ذلك الطعام المتروك. أنانية ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تجربة عجيبة. فكنت، فكان هذا تحدي، فكان هذا تحديا لي. فأرسلت الإخوان، قلت لهم يبعثوا لي بكثير من الخبز ومن كذا ومن الزاد. فكانت تأتيني ما شاء الله من أقل مما يأتيهم، وكنت أوزع ذلك بمساعدة أحد المساجين لقيته هناك نقابيا وكان شلحا، فإذن أتفهموا يعني أمازيغيا أمازيغيا. فكنت أوزع على الناس ذلك قليل على كل حال، وكثير إذا قرناه بزاد واحد كثير. ولكن فكانت ثاني دروس، تلقيت هناك دروسا في سجلالو، هذا يسمى سجن حقيقي، لم يكن اعتقال كما كان في 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 مستشفى المجانين ولا في مستشفى الأمراض الصدرية، كان سجنا كاملا مكتملا. اسمح لنا ناخذ استراحة قصيرة ثم نستأنف في الحديث إن شاء الله. إن شاء الله. شيخ عبد السلام ياسين، كنت تحدثني عن تجربتك في داخل هذا السجن. قبل السجن بدأت تأسيس جماعة، أليس كذلك؟ ما كان يسمى بأسرة الجماعة؟ نعم نعم، بدأت ذلك. كان إخوان جماعة العدل والإحسان، لم تكن تسمى إذاك العدل والإحسان، كان يسمى أسرة الجماعة. أي نعم، كانت هذه مجلة اسمها الجماعة، قلنا هذه أسرة الجماعة، الناس الذين يكسبون في الجماعة. وهذه الجماعة ما كانت، ماذا كانت طبيعتها؟ هل كانت صوفية أم كانت جماعة سياسية؟ كانت جماعة، ما هو نمطه اجتماعها؟ نمطه اجتماعها أمر شيء نسميه يوم المؤمن وليلته، كيف يقضي المؤمن يومه وليلته، ما هي الفرائض، ما هي المستحبات والسنن، متى يستيقظ، ماذا يفعلون، وينتظر صلوا على الشمس، صلاة الضحى، وأشياء كذا. يوم ولادته يشتمل على أفعال العبد الصالح العابد في يوم ولادته. هذا هو كذلك، هذا كان البرنامج. كنا بدأنا قبل أن أدخل السجن. وهو شيء لا يفوتني أن أذكر به، هو أن الإخوان كانوا يزورونني في السجن، إخوان وأخوات. كنا قلة يومئذ لا مقارنة بما نحن عليه الآن، والحمد لله الآن أصبحنا دولا، لا دولة في المغرب ودولة، وهذا يثير حنق القوم في 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 كل بلد، في أوروبا وأمريكا وكندا. يعني انتشار، الله تعالى بارك في هذه الجماعة انتشارا واسعا جدا، فالآن ينفسون علينا هذا النجاح الفاز، وبعضهم حسدنا حتى على الاسم، قال هؤلاء من أين أتوا باسم العدل والإحسان، هذا اسم غريب وهذا اسم يلفت النظر. هذا عندما خرجت من السجن غيرت اسم الجماعة إلى العدل والإحسان. نعم نعم. من أين جاء الاسم صحيح؟ كيف؟ جاء هكذا من القرآن. فالناس ينفسون علينا ذلك، يقول من أين أتوا بهذا، جينا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لأنك ألفت كتابان أو كتابين، ألفت كتابين، واحد اسمه الإحسان وواحد اسمه العدل. العدل نعم. يعني هذا العدل الشق الأول من اسم الجماعة، وهذا الإحسان الشق الثاني من اسم الجماعة. نعم. أيهما أول، الإحسان أم العدل؟ هذا جاء بعد. جاء فيما بعد. الذي لا يفوتني أن أقول بأنه يجيء الإخوان والأخوات ليزورني في السجن. وكانت زيارة السجن تكون بمثابة سوق
مكتظة بالصراخ والصياح والهجيز والرجيز. لمن يأتي الناس؟ يأتي الناس يزور وساجين، فيأتي الناس الزائرون ومعزورون هنا من جهة أخرى سجن في المسجونين، فيقوم هنالك هراج. فأنا ناضلت عبارة دارجة، واحتججت وصرخت حتى خصصوا لي يوما لزيارة وحدي، فكنت أنا وحدي من جانب المساجين، ويجيء الإخوان، وهل كانوا 20 شخصا 30 40 50، لم نكن بهذه الكثرة. فألقي عليهم دروسا ما شاء الله ووعظا، وأقول في الحكم ما لم يقوله مالك في تحريمه في الخمر، يعني أتحدث معهم بصراحة. والسجانون يسمعون؟ والسجانون يسمعون، وكان قصدي أن يسمع الجميع، لأنه من مبادئنا أن لا نتستر. عندما بدأنا العمل في المنظم، كانت الحركة الإسلامية في المغرب يخيم عليها أمور، منها السرية. فنحن بدأنا برفض السرية بوضوح، ولعله لو قرأت في بعض ما كتبته في المنهاج النبوي. المنهاج النبوي في هذا الكتاب، في مقدمته أقول لا ينبغي أن نخرج من هذه البوتقة. نحن ضد السرية وضد العنف وضد الاتصال بالخارج، الاستعانة بالخارج. فكان هذا مبدأ طبقناه فعلا. فكنت في هذه اللقاءات في السجن أصرح به دائما. طبعا وأنت في السجن حصلت في السجن الأول، هذا حصلت تطورات هنا في المغرب، قضية الشبيبة الإسلامية ومقتل عمر بن جلون، وزج ببعض الناس في السجن في ذلك الوقت، والبعض هرب. كنت مطلعا على هذه التطورات؟ نعم، هذا من جراء العنف والسرية. وأنا أعرف جيدا هؤلاء الذين بدأوا بالشبيبة، لا حدث لي الإطالة في هذا الموضوع. يقولون الحركة الإسلامية في المغرب هم الذين أسسوها، وهم الذين، فنترك يتكلمون، لكنهم قيادتهم أين؟ في ليبيا أو في ألمانيا أو. والعمل للإسلام ليس حكرا على أحد، هذا دين الله. قول نعم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وكل واحد يعمل حسب طاقته وفهمه. إذن جاء تغيير اسم الجماعة إلى العدل والإحسان بعد أن خرجت من السجن. نعم. كل مشاريع الجماعة حاولتم أن ترخصوها، لم يوافق على ترخيصها. ممنوعة. وهم أيضا لا يرخصون أي جماعة إسلامية، حتى الجماعات الأخرى أظن غير مرخصة، لا يوجد جماعة مرخصة. نعم. ثم جاء وقت آخر، كانت خرجت من السجن، سكنت في سلا، توسعت الجماعة، وكانت هناك مظاهرات الإخوان في باب المنزل في يتظاهرون، فكانت هذه نقلة أخرى. عندما سكنت في سلا، يعني بعد خروجك من السجن، استقبلك الناس. نعم. لما عدت إلى البيت في سلا. نعم، كانت هناك لقاءات مستمرة، وكان هناك مجلس يوم الأحد على غرار ما كان الأستاذ حسن البنا رحمه الله، وما أدراك ما حسن البنا، ولا أقارن نفسي به، بطود عظيم مثل هذا الرجل. لا أحترمه وأحبه محبة كبيرة. كانت مجلس الأحد يحضرها بعض الإخوان، وكنا نصورها بأدوات بدائية إذا قرنت بهذا. لا، هذه أجهزة ما شاء الله. مسائل بدائية هكذا، لكن هذا يعني في أرشيفاتنا، هذا لا يزال نحتفظ به. في تلك الفترة ما كان في تضييق عليك؟ دروس الأحد؟ التضييق دائم مستمر. نعم، لم ينقطع التضييق أبدا، كان التضييق مستمرا،
وكونك الجماعة ممنوعة محظورة لا حق لكم لا كذا، كانوا جمعوا قالوا أظن تفكيرهم هكذا يكون، قالوا هذا الرجل الذي صدعنا بكلامه وباحتجاجه سنقطع له جناح. جناحه من؟ إخوان في مجلس إرشاد. فزجمهم في السجن بتهمة أنهم كذا، لا تعوزهم الأسباب والتلفيقات. مروا هنالك أمضوا هنالك نحو سنتين، لو أمضوا سنتين عندئذ فكروا أن يسلكوا معنا سبيل المهادنة والمساومة والمصالحة، فقالوا هؤلاء في السجن وهذا لا يزال تجلب اجتماعاته، فنحاول معهم تفاوضا وصلحا. فجاءوا إلي، وأتذكر يوما جاء أحد الكوميسارات مفوضين جاء إلي ومعه مخلوق من أغرب ما يكون، ضخم الجثة طويل متران وضخم، ويعني تراه وتفزع منه، ولعله كان يريد أن يفزعني. قال نريد أن نحدثك وأن نحدث الإخوان فيه، هل تقبل أن تذهب إليهم في السجن؟ في السجن. فنعم، كان مقصودي أنا أن ألتقي بهم. فذهبنا إلى السجن، ذهبوا بي ليلا إلى السجن وجلسنا نتحدث. أنا كان مقصودي أن ألتقي بإخوتي بعد طول فراق، فكانوا هم يريدون من ذلك الإنجليزية أن نكتب جماعة رسالة استعطاف. وجلسنا نتحدث، تركونا وحدنا في بناية. جلسنا نتحدث ماذا حدث، كيف حالكم، كيف حاله هكذا، تبادل والحارس ينتظر صاحب العصا ينتظر، هل فرغتم؟ لا، ما نفرغ. هل كتبتم؟ ما نكتب. في آخر الأمر اتفقنا على أن نكتب رسالة، نسيت كيف كانت، أن نكتب رسالة لا تسمن ولا تغني من جوع، لم نستعطف ولم نسترحم ولم نتنازل ولم نقول عفى الله عما سلف أبدا، وانتهى الأمر. وأمضى الإخوان سنتين في السجن وذاقوا مرارته وحلاوته وخيره وشره أيضا. أنت كنت قد سجنت بسبب رسالة أخرى كتبتها للملك. نعم، غير الإسلام أو الطوفان. نعم، رسالة كتبتها باللغة الفرنسية، وكتبت رسالة أخرى لمحمد السادس الفرنسية، لأن القوم مفرنجون، ولا كما قلت في جلسة سابقة لا يقيمون وزنا للمعربي والعربي ولا للغة العربية ولا ما يجيء منها، مع أن الملك الحسن كان فقيها. يقال كان له جلساء، أنا أعرف بعضهم، يعني يحفظ نكاة، رحمه الله اتركه. أي نعم، ذهب إلى ربي رحمه الله، أترحم عليه من قلبي. فإذا كتبت بفرنسية رسالة لا تسمن ولا تغني من جوع، لكنها بالفرنسية، وكتبتها بلباقة، يعني لم كما فعلت في رسالة الإسلام والطوفان، أنا لم أسبه ولم ألعنه ولم قلت له يا حفيد رسول الله ارجع. فما فهي ما قلت، كتبت له بفرنسية ما يشبه هذا وانتهى الأمر. لكن لماذا هذا الموقف المخاصم من السلطة هنا في المغرب لجماعة العدل والإحسان؟ لأنها تقول لها
والقوم لا يقبلون من يقول لا. لا يقولون من لا يقبلون من يقول لا. في المغرب كلمة فرنسية عربية فرنسية عرب فرنسي بالعربية الفرنسية يقولون بني وي وي بني وي 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 نعم تقول نعم نعم فهم لا يقولون يقول لا لا. فلهذا كانت ولا تزال المطاحنة إن صح الأمر ولكن يطحنوننا لأن في يدهم القوة ونحن هل يمكن أن يكون السبب أنكم أو هذا ما يقال طبعا أنا أريد أن أسمع منك بأنكم أصلا أنتم لا تعترفون بشرعية هذا النظام فعلا لا تعترفون لا نعترف بشرعية الحكم العاض والجبري لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ونحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ديننا وآخرتنا أحب إلينا من كل شيء ولا نحب شيئا غيرهما محبتهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة العروة عرى الإسلام هذه الصدف هكذا تنقض عروة عروة يعني تنقض أولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة وما تنتقض عروة تمسك الناس بالتي تليها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا في حديث صحيح رواه الإمام أحمد تكون فيكم الخلافة واتخذنا هذا الحديث إماما لنا إماما لنا نتبعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكون خلافة على منهج النبوة أو تكون خلافة على لغة كانت تامة تكون خلافة على منهج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء ثم تكون ملكا عاضا ثم ملكا جبرية ثم سكت. وهذا يعني جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما يحدث بعده في أمته. جاء الحكم العاض بن أمية. وإذا كان المسلمون لا ينظرون إلى تاريخهم ولا يتفقهون بما وقع لتاريخهم ولا يتبعون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي رسم لهم خط السير فإنهم لن يفهموا إلى أين يسيرون ما إذا كانوا يبنون على غير أساس. يعني هكذا الناس في الدنيا يتخابطون ويختصمون ويتقاتلون إلى غير وجهة ومن أين جاءوا. هذا نحن نبدأ من النبي صلى الله عليه وسلم قال نتبعه لا تنقضن عور الإسلام نقضت تكون فيكم النبوة ثم الخلافة ثم الحكم العاد ثم الجبري. هذا شيء لا نعيشه. ويعطينا النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح لفهم تاريخنا. نزى بنو أمية على حكم على منبر حكم المسلمين نستثني منهم ذلك الرجل الفذ عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. نزوا على 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 منبر الحكم فخضع الناس. خضع الناس لماذا؟ لأسباب يفهمها من يريد أن يفهمها. نحن نقول خضعوا للأمر الواقعي حفظا لما يمكن أن يحفظ. خافوا على وحدة المسلمين أن تتشتت فخضعوا يعني فضلوا هذا على الفتنة. وفي هذا كلام طويل طويل طويل. فإذا الملك العاض والجبري نحن ضد الحكم لا لسنا فقط ضد الحكم المغربيين الحكم العلويين العلويون قبلهم الماريونيون والمرابطون وكانوا رجال أي رجال مرابطون كانوا رجال عظماء والموحدون كانت أساسوا أعظم دولة في تاريخ المغرب. كانوا يحكمون من هنا إلى ليبيا إلى الأندلس إلى شمال الأندلس إلى الصحراء إلى بلاد السودان. على كل حال فنحن لسنا ضد النظام المغربي فقط نحن ضد الحكم الجبري من يحكم بغير ما أنزل الله والذي أنزل الله
عز وجل هو الشورى وأمرهم شورى بينهم. وقد كتبت أدري هذا الكتاب جاء به كتاب الشورى وما جاء به ليس هنا. على كل حال على كل حال وهذا طوفي تكلمت عن الديمقراطية وعن الشورى وما الذي يجمع بينهما. فالناس الذين يقولون أنتم ظلاميون لا تستفيدون من علوم القوم وقد تقدم القوم وأنتم تريدون أن ترجعوا بنا إلى حضارة الجمل وما يقال هنا يقال في بلدان أخرى. الحركة الإسلامية تصاب بأنها تريد أن ترجع الأمة إلى حضارة الجمل. حين نقول هنالك شيء يسمى الديمقراطية، ما هي الديمقراطية وما أين جاءت؟ فكنت كتبت أنها جاءت من السوق، جاءت من السوق. في أثينا كان هنالك تجمع في مكان يسمى أغورا، أغورا أغورا تجمع في السوق. فمن هنا من هنالك بدأت الديمقراطية. والديمقراطية نظام لاستعباد الناس منذ اليونان، بينما الشورى جاءت من المسجد، جاءت من القرآن، وأمرهم شورى بينهم، وشروط الشورى هي كذا وكذا وكذا وكذا. فهذا من 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 الأمور التي المسلمون لا يعطون انتباه، والذي لا ينظر إلى أصوله لن تكون له النظرة الفاحصة الواضحة النيرة إلى مستقبله شخصيا وإلى مستقبل الأمة. إلى أين نحن ذاهبون؟ إلى نحن ذاهبون؟ إما أن يخيم علينا التشاؤم ونقول الأمة مشتتة، لكن قل لي من شتتها؟ لماذا هي مشتتة؟ من كان سببا لتشتتها؟ حكم، الحكم لا تنقضن عروة الإسلامي عروة عروة، نقض الحكم عندما نزاع هو سببا أمية. ثم توالد ذلك التطاحن جيلا بعد جيل، وتفتت القوم وتفتت أمر الأمة فتة إن صح العبارة، فتة فتاه حتى كلمة مصرية يفتت تفتيتا كلمة فتاه فتاة أظن كلمة مصرية، وفتت الأمر حتى أصبحنا شتاتا وأصبحنا ركاما وأصبحنا لا نرى لا نعرف ما نريد، لا نعرف ما يريد ما لا. وبعض الناس يتهموننا بالسذاجة وبالبلاهي الفكري عندما نقول نحن نريد الخلافة على نهج النبوة، وكأننا قوم أغرار نسير بالعقلية الخرافية. نريد الخلافة على نهج النبوة، نريد عمر بن العزيز، نريد صلاح الدين الأيوبي. لكن صلاح الدين الأيوبي هل نزل من السماء؟ هل كان أمره بين عشية وضحى؟ كان هنالك نور الدين المزنكي رحمه الله الذي وحد المسلمين في الشام، وكانت دويلات، ثم جاء صلاح الدين، ثم كان نجم الدين، ثم صلاح الدين، كانت هي. فبالله يظن تريدون الخلاف على منهج النبوة كأننا نحلم بشيء ينزل من السماء. الله عز وجل جعل لنا أسبابا لا بد من احترامها، فهي سنته في الكون. ولي كتاب اسمه عنوانه سنة الله، سنة الله، سنة الله. وفي سنة الله كتبت عن اليهود وعن الصهاينة ما شاء الله صفحة طويلة. كل المسلمين يتمنون أن تعود الخلافة الراشدة. الإشكال بين العاملين للإسلام هو ما هي الوسيلة، ما هي الطريقة الأفضل؟ يعني هذا الحكم الذي ورثناه وفيه كثير من العور وكثير من النقص والفساد، ما هو السبيل إلى إصلاحه؟ هنا تختلف الاجتهادات، لكن في ظني أن كل الذين يعملون للإسلام وجهتهم في نهاية المطاف أن يحكم شرع الله، نعم، وأن تحل الشورى محل هذا الحكم الجبري العاض، ألا ترى ذلك؟ هكذا نعم. ولكن كيف تقوم
يقوم نظام مؤمن بالله وبرسوله يحكم قوما أشتاتا. لا بد أن يتوحدوا أولا، لا بد من تربيتهم أولا، لا بد أن ننظر إلى الشخص الفردي، نقول يا عبد الله إنك لم تخلق لهذه الدنيا، بل خلقت لأمر عظيم، خلقت للآخرة وجزائها ودرجاتها. إذا كنت تريد الآخرة، من كان يريد حر الدنيا نتيه منها. فإذا كلنا من يقول نريد الحكم الإسلامي، ولكن هذا حرت من حرث الدنيا، إذا كنا لا ندخل في ذلك أهم الآخرة. وأهم الآخرة غائب عن المسلمين إلا من رحم ربك. فالتربية تقتضي أساسا اليقظة، أن نوقظ النائمين من سبات غفلتهم. نقول يا عبد الله إنك ستحشر غدا إلى الله عز وجل، فبماذا تزودت من دنياك؟ لا بد لك من عمل صالح. إن عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فما هي الصالحات؟ فمن الناس من همته لا تعدو شخيصه، يقول أنا أصلي وأصوم ولا أظلم أحدا وأزكي وحدي فردا، هذا جيد، هذا نجا بنفسه. هنالك حديث وعثرت عليه أخيرا منذ شهر أو عند الإمام الدارمي رحمه الله، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليحيي الإسلام، من طلب العلم ليحيي الإسلام كان بينه وبين النبيين درجة. والفرق هنا، لأن هناك أحاديث كثيرة تقول من طلب العلم والملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم لما يصنعوا، كثير من 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 الأحاديث تحثنا على طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلمين. لكن حديث الدارمي رحمه الله الذي رواه يتميز بهذا: من طلب العلم ليحيي الإسلام. يفكر في الأمة، إذا كانت همتك أن تعدل شخيصك وتقوم ما أمرك الله به، خير فهذا خير. هذا نسميه خلاصا فرديا، نسميه عمل فرديا لا خير، ولكن المجاهد أفضل الله المجاهدين. وأي جهاد أفضل من أن تريد لأمتك الخير، وأن تجتهد وأن تبذل جهدك لكي تحيي الأمة من مموات. وقت هذه المراجعة انتهى، نوقف الحديث الآن ونكمل الحديث بتوسع حول منهج جماعة العدل والإحسان إن شاء الله، وتصوراتها ومواقفها إن شاء الله في المراجعة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله.